ده قصة ودني عشان ما حدش يفكر روح العباسية. للأسف سيدي حسبي الله الموقف في المجلس العسكري ومجلس الوزراء وعصام شرف مصر عسوي، وحسبي الله الموقف في البدين رئيس وحدة الشرطة العسكرية. شكرا. تفتكر هسيب الشعب المصري؟ لابد هيبتنا كلنا عشان ابنه. هو ما اتحرقش، ما حدش منه مات، ما حدش منه اصاب، عشان كده للاسف شديد اجنده وسخه يقول لك كل في الميدان بطاقيه. هو نظام حسني مبارك، هو نظام عصام شرف، هو نظام شيت طنطاوي، وهو نظام مجلس عسكري واحد، الكل واحد عمره ما اتغيروا. القناصين اللي وزير الداخليه كتبوا لك ما فيش قناصين، احنا قبضنا على ظابط هرب امبارح صورناه وجبنا اسمه على النت، وهو 15 واحد بوظ عينه، 15 واحد على بيان العايز، 15 واحد بوظ عينه. ليه؟ بأني دين هذا؟ قناصين موجودين من الداخليه والبطاقيه تبع الداخليه. اللي بقول لك عربيه امن مركزي ولعت هنا يوم السبت. طب ليه يا جدعان؟ عارفين العربيه دي ليه؟ العربيه دي طلع منها ناس من الداخليه لابسين ملكي وهم بلطجيه. برضه عند السفاره الاسرائيليه شفنا بعينينا ثلاث عربيات امن مركزي طالعين عند الجنينه ونازلين منها عدد مهول من ناس لابسين ملكي وبيضربونا. هي هم عملاء للجيش والداخليه. ومشيت طنطاوي بيقول لك اشكر اهلي عباسيه، هم مش اهل عباسيه، دول بلطجيه. وانا عارف مين البلطجيه وانا جبت اسمه. وإذا وقعتها قناته الفضائيه رئيس النيابه الويليه في العباسيه اللي العماره بتاعته البيضة البلكونه بتاعته الدور ال 12 في وش الجامع العباسيه في مسجد النور، هو ده مأجر البلطجيه بأمر من شين طنطاوي عشان يغزي كل بتوع ميدان التحرير. عشان اقول لك ايه اهل الثوار يقول لك جايين سلميين بايديهم، يقول لك احنا بنستغيث بالجيش وهم فرحانين انتصرنا. دي قصة ودن عشان ما حدش يفكر روح العباسية. للأسف سيدي حسبي الله الموقف في المجلس العسكري ومجلس الوزراء وعصام شرف منصور عسوي، وحسبي الله الموقف في البدين رئيس وحدة الشرطة العسكرية. شكرا. حافظ.